السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في فيديو وريفيو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، ومعانا النهاردة عربية مش جديدة علينا قوي، تعرفنا عليها في موديل 2021 وهرسناها. تقارير مكتوبة هتلاقي، فيديو تعريفي هتلاقي، لايف هتلاقي، هتلاقي كمان أهم الفروق والاختلافات ما بين الفئات الثلاثة اللي نزلت بيهم العربية، هتلاقي كمان تجربة قيادة. كل ده هتلاقيه على موقعنا مجلة عالم السيارات أو عالم السيارات دوت نت، وهتلاقوه كمان موجود على قناتنا على اليوتيوب مجلة عالم السيارات. كل اللي عايز تعرفه عن نيسان جوك 2021 هتلاقيه موجود في المكانين دول. لكن احنا النهاردة الجديد اللي هنتكلم عنه هو نيسان جوك 2022. في اضافات اضيفت لفئتين من نيسان جوك، تحديدا الفئة الثانية والفئة الثالثة، هنتعرف عليها النهاردة. هنتعرف على ابرز التفاصيل وابرز الاختلافات ما بين الفئات الثلاثة اللي بتنزل بيهم نيسان جوك في موديل 2022. فاصل صغير ونرجع نكمل. جوك 2022 بتنزل بثلاث فئات زي ما كانت بتنزل في 2021 بالظبط، ولكن الفرق المهم او احد ابرز الاختلافات ما بين موديل 2021 و2022 هو فرق السعر. هنا في 2022 العربيه بتبدا سعرها من 357500 للفئه الاولى، بعد كده بنزيد 30000 علشان نوصل للفئه الثانيه اللي هي بسعر 387500، وبعد كده 10000 ما بين الفئه الثانيه والثالثه، يعني حوالي 397500 للفئه الثالثه والاعلى تجهيزا اللي معانا النهارده. طيب زي ما قلت لكم عندنا فرق حوالي 30000 ما بين الفئه الاولى والثانيه، وده هيبقى واضح جدا معانا في التجهيزات سواء كانت الخارجيه او الداخليه او التجهيزات المتعلقه بعوامل السلام والامان. لكن الفرق 10000 جنيه ما بين الفئه الثانيه والثالثه هو ده اللي عليه السؤال او عليه علامه استفهام، لانه عندنا الفروق مش كبيره قوي. هنوضح ده بقى دلوقتي في الريفيو بتاعنا، يعني بشكل اساسي هنقدر نتكلم على اهم الفروق ما بين الثلاث فئات اللي بتنزل بيهم العربيه، وطبعا اهم حاجه زي ما اتكلمنا من دلوقتي هو فرق السعر. تعال بقى بعد كده ندخل على مقدمه العربيه واهم الاختلافات والاضافات اللي موجوده في موديل 2022 في مقدمه العربيه. بداية من الفئة الثانية في موديل 2022 هنلاحظ ان عندي اضافتين في مقدمة العربية. الاضافة الاولانية هي الكاميرا الامامية اللي موجودة هنا، مع كاميرتين جانبيتين وكاميرا خلفية عشان تديني منظومة رؤية محيطية او 360 درجة حوالين العربية. طبعا الاضافة دي موجودة بداية من الفئة الثانية زي ما قلت، وما كانتش موجودة في موديل 2021 نهائيا. الاضافة الثانية اللي موجودة هي الرادار الامامي اللي بينعكس على شكل مجموعة كبيرة من عوامل السلام والامان، او تحديدا في جزئية خاصة بمساعدة القيادة، وده موجود بداية من الفئة الثانية في موديل 2022، ما كانش موجود خالص في موديل 2021. ما عدا ذلك بقية التجهيزات في مقدمة العربية واحدة ومشتركة ما بين 21 و22. منظومة الاضاءة الامامية بتيجي ال دي بالكامل في كل الفئات، ما فيش فيها اي اختلاف. الشبكة الامامية بتيجي من البيانو بلاك مع تطعيمات من الكروم، اما الديفيوزر الامامي مع فتحات التهوية السفلية فبتكون من البلاستيك الاسود المط، بيلحم مع اقواس الكاوتش في الجنب والعتب بتاع الابواب. في مقدمه العربيه كمان هنلاحظ اللغه التصميميه اللي اعتمدتها نيسان بشكل اساسي في كل موديلاتها الجديده اللي شفناها في الجوك، وهنشوفها ان شاء الله في القشقاي لما توصل مصر. هنلاحظ ان هي لغه عدائيه الى حد ما، وبتعبر بشكل كبير عن الرياضيه اللي بتاديها العربيه سواء في الاداء او حتى في الشكل. ده كده سريعا مقدمه العربيه. تعالوا بقى ندخل على منظومه الحركه اللي ما فيش فيها اي اختلاف بالمناسبه، بس هنتكلم عنها برده. يلا بينا. منظومة الحركة في 2022 زي ما هي ما كانت موجودة في 2021. ما عنديش مساعدين لرفع الكابوت، عندي الدراع التقليدي اللي موجود هنا اللي بيشيل الكابوت، لكن عندي العزل اللي موجود هنا مع تصفيح كامل اسفل المحرك، ودي احد نقاط القوة اللي موجودة حوالين منظومة الحركة في العربية. اما منظومة الحركة نفسها فمكونة من نفس المحرك ال 1000 سي سي 3 سلندر، بيجي بشاحن تربو متوصل على ناقل حركة دي سي تي او الدول كلاتش او ثنائي القابض، بيجي بتبريد زيت، طبعا دي احد نقاط القوة في منظومة الحركة. والمنظومة دي كلها بتطلع قوة حصانية 115 حصان، وبتطلع عزم 180 نيوتن متر عند 1750 لفه، فهي منظومه نشيطه مقارنه بكثير من منافسين العربيه في الفئه السعريه والحجميه بتاعتها، ومقارنه كمان بالحجم والوزن بتاع العربيه، فدينا طبعا منظومه حركه نشيطه الى حد كبير. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بمنظومه الحركه في النيسان جوك. تعالوا بقى نتنقل على جنب العربيه، لانه في اختلافات او اضافات جديده موجوده في 2022 ما كانتش موجوده في 2021. يلا بينا نتعرف عليها.
ايه الاضافات في جنب العربيه هنا في 2022؟ اول اضافه عندنا موجوده في المرايات الجانبيه. المرايات الجانبيه هنا في 2022 بدايه من الفئه الثانيه فيها بلايند سبوت ديتكشن او نظام كشف النقاط العمياء. ده ما كانش موجود في اي من فئات الثلاثه اللي بتنزل بيهم العربيه في 2021. ده اول اختلاف. ثاني اختلاف عندي هو الجنط، بس مش الجنط هنا في الفئه الثالثه، الجنط في الفئه الثانيه. في 2021 كان الجنط في الفئه الثانيه 19 بوصه او 19 انش، لكن هنا في 2022 الجنط في الفئه الثانيه بقى 17 انش، وده بناء على رغبه ناس كتير كانت عايزه تاخد نفس الاوبشن اللي موجود في الفئه الثالثه مع جنط 17. فده حصل هنا في موديل 2022، لكن طبعا احنا معانا الجنط هنا 19 انش لان دي معانا الفئه الثالثه. فبالتالي كده في موديل 2022 الفئه الاولى والفئه الثانيه الجنط فيهم 17، وفي الفئه الثالثه بيكون 19 انش، لكن نفس النقشه ونفس الالوان توتون زي ما احنا شايفينه قدام. ما عدا ذلك مفيش اضافات كتيره في جنب العربيه، هي بس الاضافتين دول اللي احنا اتكلمنا عليهم. اما بقيه التجهيزات فهي نفسها اللي كانت موجوده في 2021. عندنا المرايات الجانبيه القابله للضم اوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربيه في الفئه الثانيه والثالثه. عندنا كمان الكيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح في الفئه الثانيه والثالثه مع زرار الستارت ستوب انجن طبعا جوه العربيه. طيب ما عدا ذلك تقريبا بقيه الاوبشن زي ما قلنا واحده. عندنا كمان الفريم او الاقواس بتاعه الكاوتش اللي موجوده زي ما قلت لكم، احنا بنتكلم في المقدمه بتلحم مع الديفيوزر الامامي ومع العتب بتاع الابواب من تحت، وبتكمل معايا كمان عند الديفيوزر الخلفي. الازاز الخلفي بيجي في 100% في الثلاث فئات، مفيش فيه اي اختلاف، مع مقبض الباب المميز اللي بيدي تصميم مختلف جدا للجوك الموجود معانا هنا. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بجنب العربيه واهم الاضافات في موديل 2022 في الجنب. تعالوا بقى نطلع على الظهر، مفيش فيه اختلافات تقريبا. تعالوا نطلع على الظهر وبعد كده ندخل بقى في المقصوره الداخليه للركاب، يلا بينا. طيب في الظهر هنا زي ما قلت لكم ما عندناش اختلافات كبيره ما بين، او مفيش اختلافات خالص تقريبا ما بين موديل 2021 و2022. منظومه الاضاءه الخلفيه بتيجي ال اي دي زي ما اتفقنا، زي ما كانت موجوده في 2021 موجوده في 2022. الازاز الخلفي بيجي فوميه، السبويلر الخلفي اللي موجود هنا بيجي بلون مختلف عن لون العربيه، بيجي بلون اسود. عندنا كمان انتنز عنافه القرش او الشارك فان الموجوده هنا، وعندنا كمان سبويلر اضافي بياخد شكل باب الشنطه من هنا. هو مش سبويلر حقيقي، هو انتجريتد سبويلر او سبويلر منبثق من باب الشنطه. حلو منبثق دي، حاسسها عميقه شويه. طيب عندنا كاميرا خلفيه موجوده كمان هنا، وطبعا دي موجوده بدايه من الفئه الاولى ما فيش فيها اي اختلاف. الاولى والثانيه والثالثه فيهم كاميرات خلفيه، وفيهم سنسور ركن خلفيه كمان موجوده على الاصطدام الخلفي. هنلاحظ كمان الديفيوزر الخلفي زي ما قلت لكم لما بيلحم مع اقواس الكاوتش بيجي من بلاستيك الاسود البط. نفتح الشنطه، مساحه الشنطه 422 لتر مستغله بشكل عميق، مش بشكل كامل، بشكل عميق. العربيه الشنطه بتاعتها غويطه لجوه بشكل كبير، يعني هتلاحظوا بصوا ايدي تقريبا واخد يعني كف ايدي وشويه، كل ده عمق للشنطه. المساحه 422 لتر، وعندنا كمان زياده ممكن قابله للزياده لو تنينا الكنبه الخلفيه 40-60 عشان توصل ل 1300 وشويه لتر، طبعا مع العمق اللي موجود فبيديك طبعا مساحه تحميل مرتفعه كويسه جدا. ولكن زي ما قلت لكم شفه التحميل مرتفعه جدا، فدي ممكن تشكل عائق في عمليه التحميل. عندنا اماكن لتعليق الاكياس موجوده على اليمين والشمال، لكن ما عنديش طبعا فتحات 12 فولت او وحده اضاءه صغيره موجوده في الشنطه، ده مش موجود. لكن عندي الرف اللي موجود هنا اللي انا ممكن استغله كرف احط عليه حاجات خفيفه، او ممكن استغله ككفر كمان علشان يغطي اي حاجه موجوده في الشنطه. الشنطه بتفتح بشكل يدوي عادي، ما فيش فيها اي افكار، وده كله في الفئات الثلاثه ما فيش فيها اي اختلاف. ده كده سريعا ما يتعلق بظهر العربيه. تعالوا بقى ندخل في الكنبه الخلفيه والمقصوره الداخليه للركاب، ونتعرف كمان على ابرز الاضافات الجديده في 2022 من الفانجوك، يلا بينا. وصلنا للكنبة الخلفية ومقصورة الركاب الداخلية في جوك 2022، وتحديدا هنا في الفئة الثالثة. قلت لك من الأول هات معايا ورقة وقلم واكتب أهم الإضافات، واتكلمنا طبعا عن أهم الإضافات، منظومة الكاميرات 360 درجة، البلايند سبوت الموجودة في المرايات الجانبية، وعندنا كمان الرادار الامامي. فكده عندنا يعني تقريبا ثلاث او اربع اختلافات موجودين او اضافات موجوده خارجيا في 2022. طيب داخليا وتحديدا في الجزء الخلفي ما عندناش اختلاف فيما يتعلق بالتجهيزات، ولكن عندنا اختلاف عام موجود في المقصوره الخاصه بالركاب، وهو الجلد والفرش بتاع العربيه، وفي حاجات اضافيه موجوده في 2022. مبدئيا الفرش في الفئه الاولى في 2022 بيبقى من القماش وبس، في الفرش في الفئه الثانيه من الفئه من 2022 بيكون ميكس ما بين الجلد والقماش وبيبقى بلون واحد اللي هو اللون الاسود. اما في الفئه الثالثه اللي معانا النهارده فعندك فرايتي او تنوع في اختيار لون الجلد وفي اختيار الماتيريال المستخدم كمان في الجلد، فعندك ثلاث اختيارات. الاختيار الاول زي ما احنا شايفينه كده جلد باللون الابيض مع تطعيمات قماش باللون الاسود، او جلد باللون البرتقالي مع او الاورنج مع تطعيمات باللون الاسود، او تختار جلد باللون الاسود او تحديدا الكنتارا باللون الاسود مع جلد باللون الاسود برضه.
دي كده الاوبشنز الموجوده والاضافيه في موديل 2022 تحديدا في الفئه الثالثه فيما يتعلق بالفرش الداخلي. اما ما عدا ذلك في التجهيزات في المنطقه اللي في الخلف فما فيش اي اختلاف، ما عنديش مسند ايد خلفي، عندي الكنبه زي ما اتكلمنا كده واحنا بنتكلم في الظهر بتاع العربيه، ان الكنبه القابله للطي 40 60 علشان تديك اكبر مساحه ممكنه للشنطه بتوصل لحد 1300 وشويه لتر. طيب في ديفوز صغير او في مشكله صغيره او عيب صغير، وهو انه ارضيه الشنطه الرئيسيه منخفضه كتير جدا عن الارضيه اللي بيتم توليدها من خلال طي الكنبه الخلفيه، يعني الارضيه اللي موجوده هنا دي مرتفعه بشكل واضح جدا عن الارضيه الرئيسيه بتاعه الشنطه، فبالتالي عمليه التحميل مش هتكون بالسهوله الممكنه زي ما احنا متخيلين. طيب فيما يتعلق بيه بقى بقيه التجهيزات، عندنا طبعا زي ما قلت لكم مفيش مسند ايد خلفي، عندنا نفق فتيس الى حد ما مرتفع، مساحات الرجل ومساحات الراس الى حد ما كويسه، عندنا مساحات الراس يعني تقريبا قبضيات واكتر كمان شويه، اما مساحات الرجل سواء للركبه او ارتفاع الكرسي عن الارض، واللي بالمناسبه قابل للضبط ارتفاع الكرسي عن الارض سواء كرسي السائق او كرسي الراكب الامامي، في الفئه الثالثه موجود هنا كمان بس بيكون يدوي طبعا بالكامل ما فيش فيه اي حاجه كهربائيه، ارتفاع الرجل مناسب جدا وارتفاع قصدي ارتفاع الكرسي عن الارض مناسب جدا، بيديك مساحه كويسه جدا للرجل وللركبه كمان، انا ظابط كرسي السائق على وضعيه القياده الطبيعيه بتاعتي ومرتاح جدا في القعده، ولكن العربيه ما تاخدش ثلاث افراد بالغين بشكل او مسافات طويله، يعني ممكن تاخدهم حد يقعد في المنتصف هنا مفيش مشكله، انا قعدت في النص هنا مش هبقى حاسس ان انا متضايق قوي، لو انا راكب لمسافه قصيره هتبقى رجل يمين ورجل شمال حوالين نفق الفتيس وممكن نمشي مثلا مسافه لطيفه، لكن مش سفر هيبقى ثلاث اشخاص صعب جدا. وخلينا نتفق ان العربيه يعني تعتبر كومباكت كروس اوفر، ما هياش كروس اوفر بشكل متكامل. عندي فتحه يو اس بي موجوده هنا تايب ايه مع مكان للتخزين، لكن ما عنديش طبعا فتحات تكييف خلفيه لان العربيه مش مستاهله، العربيه كلها على بعضها حاجه صغيره كده فمش مستاهله فتحات تكييف خلفيه. عندي هنا تطعيمات بيانو بلاك ما فيش فيها اي حاجه مستغله. الجزء ده من الباب بيجي من البلاستيك، كل ده بيجي من البلاستيك المتماسك وبيجي طبعا باللون الاسود، البلاستيك قوي على فكره. وعندنا كمان بطن الباب بيجي من الجلد باللون الابيض، ومسند الايد هنا بيجي من البلاستيك باللون الاسود مع مساحات تخزين صغيره جدا موجوده تحت، يعني يا دوب تاخد ازازه ميه صغيره. في مكان موجود هنا شبه السماعات لكن دي مش سماعات حقيقيه، دي بتبقى حاجه كده مش شبه السماعات خالص، دي بتبقى موجوده كده كشكل ديكوري او زينه، لكن السماعات الاساسيه بتبقى موجوده هنا، ده الكلام طبعا في الفئه الثانيه والفئه الثالثه اللي هي سماعات البوز ساوند سيستم اللي هنتكلم عنه لما نطلع قدام. ده كده سريعا ما يتعلق بالكنبه الخلفيه، تعالى نطلع قدام بقى لان عندنا مجموعه كبيره جدا من الاضافات متعلقه بعوامل السلامة والامان هنا في موديل 2022 وتحديدا في الفئه الثانيه والفئه الثالثه اللي هنتكلم عليهم دلوقتي. يلا بينا. وصلنا للكونسول الامامي في جوك 2022 وتحديدا هنا في الفئه الثالثه، وهنبتدي زي ما بنبتدي دايما بعوامل السلامه والامان في العربيه لان هي برضو احد اهم النقاط المضافه في موديل 2022 وفيها حاجات كتير ما كانتش موجوده في 2021. زي ما قلت لكم على مستوى التجهيزات على مستوى التصميم العربيتين واحد في 2021 و2022، ولكن فيما يتعلق بالجزء الخاص بالسيفتي باكج او عوامل السلامه والامان فهنا في اختلاف كبير قوي ما بين 2021 و2022. وخلونا نبتدي بعدد الاير باجز اللي بيختلف ما بين الفئه الاولى والفئه الثانيه والثالثه. في الفئه الاولى بيكون 4 اير باج، في الفئه الثانيه والثالثه بيكون 6 اير باج، وده كان موجود في 2021 مفيش فيه اختلاف. وكذلك انظمه الفرامل المختلفه اللي هي الاي بي اس والاي بي دي والتوزيع الالكتروني للفرامل او الاي اس بي اللي بيسموه هنا اسم مختلف، في سي دي او في دي سي حاجه كده، ده برده كله موجود في ثلاث فئات مفيش فيه اي اختلاف وكان موجود في 2021. عندنا كمان الهيل لانش اسيست او مساعد العربيه في صعود المرتفعات تراكشن كنترول، عندنا التاير بريشر مونيتورنج او نظام كشف النقاط العمياء، كل دي انظمه كانت موجوده بدايه من الفئه الاولى للفئه الاخيره، وكل دي انظمه كانت موجوده في موديل 2021 مفيش فيها اي اختلاف. عندنا كمان الكروس كنترول موجود في الثلاث فئات وموجود في 2021. طيب ايه الاختلاف او الاضافه اللي حصلت في 2022 فيما يتعلق بعوامل السلامه والامان؟ اتكلمنا واحنا بنتكلم بره على مجموعه نقاط، اول نقطه منهم كانت الكاميرا الاماميه مع كاميرتين جانبيتين والكاميرا الخلفيه اللي تديك رؤيه محيطيه 360 درجه حوالين العربيه، ودي كانت اول نقطه متعلقه بعوامل السلامه والامان. ثاني نقطه اتكلمنا عليها اتكلمنا في جنب العربيه وهو البلايند سبوت ديتكشن او نظام كشف النقاط العمياء الموجود بدا من الفئه الثانيه، وده برده نقطه اتكلمنا عنها ونقطه اضافيه موجوده في موديل 2022. وثالث نقطه اتكلمنا عنها واحنا بنتكلم في المقدمه قلت لكم انه في رادار موجود هنا بينعكس على شكل عوامل بتساعد كتير في عمليه القياده بالنسبه للسائق، وهنا نيجي للنقطه المختلفه فيما يتعلق بعوامل السلامه والامان او عوامل المساعده في القياده او مساعده السائق في عمليه القياده هنا في الجوك 22. عندنا حاجتين اضافيتين موجودتين بيعملهم الرادار هنا. الحاجه الاولانيه هي نقطه تهدئه السرعه في حاله الاصطدام الامامي،
تحديدا في حاله الاصطدام الامامي. الرادار ده بيعمل على ضبط السرعه ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك، وبيتدخل بشكل عنيف او مباشر، بيضرب فرمله فجاه في حاله ان انت كنت شايل رجلك من على دواسه البنزين او شايل رجلك من على دواسه الفرامل. اما لو كنت حاطط رجلك او يعني انت عايز تعمل اكسلريت او عايز تتجاوز، فهو بيسيب لك مطلق الحريه في عمليه التجاوز او عمليه الـ 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 يعني ايه زياده السرعه او نقصانها براحتك. ولكن هو بس في سنسرز او استشعار في حاله ان انت شلت ايدك من على الدركسيون او شلت رجلك من على دواسه الفرامل او البنزين، في الحاله دي بيحس ان انت هو محتاج يتدخل، فبيحاول يحافظ على قد ما يقدر على المسافه ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك. الحاجه الثالثه او الحاجه الاخيره المتعلقه بالرادار هنا متعلقه بعمليه الرجوع للخلف. احنا قلنا ان في سنسور ركن خلفيه وفي كاميرا خلفيه، ولكن في نظام كشف للنقاط العمياء في الخلف موجود، وحاجه اضافيه علشان الناس اللي بترجع وهي خارجه من ركنه. لو انت خارج من ركنه وبترجع بظهرك، العربيات اللي بتجي لك من اليمين او من الشمال في العاده ما بتبقاش مكشوفه، وطبعا لان العربيه زي ما قلنا كومباكت كروس اوفر، فمساحات الزجاجيه فيها مش كبيره قوي، وتحديدا المساحات الزجاجيه في الخلف، فبالتالي محتاج كمان نظام داعم او نظام مساعده وانت خارج من الركنه بتاعتك. فهنا في اضافه موجوده في 2022 وهو نظام مساعده في عمليه الخروج من الركنه. ده كده الاضافات اللي موجوده فيما يتعلق بموديل 2022 وفي الحته المتعلقه بالسلامه والامان في العربيه. ما عدا ذلك بقيه التجهيزات سواء الانترتينمنت او التجهيزات الاساسيه في الكونسول الامامي فهي واحده ما بين الثلاث فئات، وواحده عفوا ما بين 2021 وما بين 2022، لكن الاختلاف طبعا ما بين الفئات وبعضها. منها مثلا على سبيل المثال خلينا نبتدي من الشمال لليمين، عندنا عجله القياده. عجله القياده بتيجي من الجلد في الفئه الثانيه والثالثه، مش موجوده في الفئه الاولى. طيب لا، او مش جلد من الفئه الاولى عشان محدش يفهم غلط، اكيد الفئه الاولى فيها عجله قياده. طيب كروس كنترول موجود من الثلاث فئات، مفيش اي اختلاف. عندنا على شمال كمان هنا واحد التحكم في الانفوتيمنت سيستم برضو موجوده في الثلاث فئات، ما فيش فيها اي اختلاف. عجله القياده نفسها بتيجي بشكل دي شيب مع تطعيمات من البلاستيك الرصاصي اللامع، بتدي منظر رياضي للعجله القياده. عجله القياده نفسها كمان بتتحرك في اربع اتجاهات تلسكوبيك، بتبقى فوق وتحت وقدام وورا بالشكل ده. وفي خلف عجله القياده كمان شيفت بادل، ودي برضو حاجه مميزه موجوده بدايه من الفئه الثانيه او الثالثه في الجوكر 2022. هنبص على شاشه العدادات، نلاحظ ان شاشه العدادات عباره عن 7 انش شاشه وسطيه، لكن مؤشر الار بي ام ومؤشر السرعه ومؤشر البنزين ومؤشر الحراره كلهم بيجوا انالوج او بيجوا عقارب. اما الشاشه الوسطيه زي ما قلت لكم اللي بتبقى موجوده هنا في شاشه العدادات بتكون 7 انش في الفئه الثانيه والثالثه، 4.3 انش في الفئه الاولى، بيظهر عليها كل المعلومات الحيويه الخاصه بالعربيه سواء معدل استهلاك البنزين او معدل استهلاك اللحظي او الرحله بتاعتك او التير بريشر مونيتورنج زي ما قلنا او نظام مراقبه ضغط الاطارات. شاشه الانفوتيمنت سيستم هنا 8 انش في الفئات الثلاثه، ما فيش فيها اي اختلاف، لكن الاختلاف بيحصل في الساوند سيستم. عندنا هنا 8 سماعات بوز سيستم ساوند سيستم، طبعا ساوند سيستم جبار جربناه قبل كده في تجربه القياده، وهو من افضل انظمه الصوت الموجوده في العربيات. عندنا سماعتين في الابواب الاماميه، عندنا سماعتين او تويترز موجوده هنا في القوائم الاماميه، وعندنا كمان 4 سماعات موجوده زي ما قلت لكم للصوت المحيطي او 3D موجوده هنا في مساند الراس، طبعا مع تصميم الكراسي المميز الموجود هنا. تصميم الكراسي ده تعاونت فيه نيسان مع ناسا علشان يطلعوا كرسي قمه في الراحه على المسافات الطويله، وده حقيقي فعلا التمسناه او جربناه في تجربه القياده بتاعه العربيه. وده ياخدنا للكراسي الاماميه. الكراسي الاماميه قابله للضبط في اكتر من اتجاه، ولكن بشكل يدوي بالكامل في الفئات الثلاثه، ما فيش فيها اي اختلاف. الاختلاف بيحصل في ضبط ارتفاع كرسي السائق وكرسي الراكب الامامي اللي موجود في الفئه الثانيه والثالثه. اما في الفئه الاولى ما فيش امكانيه لضبط ارتفاع كرسي الراكب الامامي، لكن ضبط كرسي ارتفاع كرسي السائق الامامي بتبقى موجوده في الفئه الاولى، ما فيش فيها اختلاف. طيب في سخانات كمان للكراسي، طبعا ده موجود هنا يمين وشمال في الفئات الثانيه والثالثه. نظام التكييف هنا بيجي اوتوماتيك وبيجي الدول زون في الفئه الثانيه والفئه الثالثه، فتحه يو اس بي تايب اي مع فتحه 12 فولت مع فتحه اي او اكس مع زرار الستارت ستوب انجن ومنظومه الدخول بدون استخدام المفتاح. كل ده موجود بدايه من الفئه الثانيه والثالثه. طبعا شاشه الانفوتيمنت سيستم الموجوده زي ما قلت لكم 8 انش تاتش سكرين، ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، موجوده في كل الفئات، ما فيش فيها اي اختلاف، مع تطعيمات حواليها من البيانو بلاك، موجوده كمان هنا في الجزء السفلي حوالين التكييف، وموجوده كمان حوالين عصايه نقل الحركه مع زرار الدرايف مود او انظمه القياده المختلفه الموجوده في الثلاث فئات برضو، مع 2 كاب هولدر موجودين هنا، وفرامل الايد الكهربائيه الموجوده في الفئه الثانيه والثالثه، والاوتو هولد الموجود في الفئه الثانيه والثالثه، مع مسند الايد الامامي اللي موجود في الفئه الاولى وفي الفئه الثانيه والثالثه عفوا، مفيش مسند ايد في الفئه الاولى، ولكن طبعا بيجي من الجلد، ومساحه التخزين صغيره جدا 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 تحت منه. ده
كده سريعا ما يتعلق بالكونسول الامامي في 2022 وابرز الاختلافات المتعلقه بعمل السلام والامان والاضافات الموجوده في 2022 وما كانتش موجوده في 2021 في نيسان جوك. اتمنى ان انا اكون قدرت اوضح لكم ابرز الاضافات الموجوده هنا في نيسان جوك 2022 على مستوى عوامل السلام والامان في العربيه وتحديدا في الجزء الخاص بمقصوره الركاب. بشكركم جدا على متابعتكم ونشوفكم ان شاء الله في عربيه جديده وريفيو جديد. ودايما بفكركم في نهايه كل ريفيو مهم تنزل تتفرج على العربيه بنفسك، ما تكتفيش بس بانك تتفرج على الريفيو، اتعرف على ارض الواقع على التجهيزات اللي ممكن تفيدك او اللي انت محتاجها في عربيتك والتجهيزات اللي تبقى اضافيه بالنسبه لك او انت مش محتاجها. بشكركم جدا على متابعتكم ونشوفكم على خير ان شاء الله في ريفيو جديد وعربية جديدة. مع السلامة.